نفسك اثبتت انك اصعب عن طريق انك فشلت فيه. كانك تخلي الشخص يوضح لك مدى صعوبة الشيء بنفسك بدون ما تقارن بأحد ثاني. مقارنة نفسك بنفسك. انت سويت شيء وقلت انه صعب. وقلت الشيء الاخر سهل ولا بدون ما قارنك بغيرك، قارنك بنفسك. انت سويت الصعب اللي سميته لو سمحت لعب وسهل سووه بإحسانك الخاص. اطلع طلع مكان مفتوح سوي نفس الاشياء اللي سويت انها سهلة. او قاول حصانك على حصانك الخاص وسوي الاشياء اللي سويتها نفسك. لما اتضح لي انك انها مش سهلة وإحسان خاصك فيها. انت كنت قايل انها سهلة وكنت قايل ان الشيء اللي انت قاعد تسويه صعب. اتضح لي الشيء اللي انت قاعد تسويه صعب انت ناجح فيه والشيء اللي تسميه لعب وتافه وسهل فشلت فيه. إذا أنت قاعد تسمي الصعب صعب لأنك ناجح فيه وهو سهل، وقاعد تسمي السهل أو تسمي عفوا الصعب والفن سهل ولعب لأنك لا تستطيع فعله. انتقادك له نابع من عدم قدرتك على متى يكون الانتقاد في محله إلى حد كبير أو مقبول أو ينفع. لما تنتقد شيء معين تستطيع تسويه بسهولة شبة الموية. لما شخص ينتقد الفتح فرضية معينة يقدر يتأثير بها، أو شخص ينتقد فرضا طرق معينة زي قرش وغيره ويكون شيء قبل صار شعره في كل شيء، ما كان صح اصلا صار شيء بالضبط. هنا اثبت لك انه قادر على فعل الشيء، ثم انتقد سواء انتقادك في محله وغيره كيف، بس تبدا انه يعني قال لك رايك، تبقى ابلعها. لكن لما اقول لك رايي في الجيب في النفود ما قد دخلت نفود بحياتي، او اقول لك رايي في سياره غير عادي في زحمه وما قد سكت غير عادي بحياتي اصلا، اذا من حقي اقول لك اثبت لي انك قادر على فعل الشيء داول. اذا سوى الشيء ونجح ثم استمر ينتقد خاصه رايي فودره، قد يكون صح قد يكون خطا قد يصيب قد يخطئ، لكن بالنهايه اثبت انه قادر على فعل الشيء ثم اختار عدم فعله. لما يختار فعل الشيء والحصان يلعب بحسبة اللعب فيه ثم يتوقف عن فعل الشيء ثم ينتقد الشيء، سبب انتقاده للشيء عدم قدرته او اهليته لفعل الشيء فينتقده لانه لا يستطيع فعله. ولا ان كان سؤال سوي